السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بحضراتكم من جديد في هذا الفيديو، أقدم لكم درس جديد وفكرة جديدة. هنشرح النهاردة إن شاء الله طريقة رسم، طريقة عمل مكعبات 3D بشكل جديد وبشكل جميل. زي ما حضراتكم شايفين في الحلقة الماضية شرحت أكثر من حلقات كتير جدا، شرحت طريقة عمل المكعب ده. زي ما حضراتكم شايفين هنجيب ورقة مربعة 40 سنتي في 30 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين هنجيب هنا الورقة دي كلها مساحتها 40 سنتي في 30 سنتي، وهنا 16.5. زي ما حضراتكم شايفين وهنا 16.5 و16.5 16.5 زي ما حضراتكم شايفين. هنقص ده كله، الفراغ ده كله هيتقص زي ما حضراتكم شايفين، ده كل الفراغ ده كله هيتقص، ده كده كده كله هيتقص. نقول تاني، هنجيب ورقة 40 سنتي في 30 سنتي، وناخد هنا خط 12 16.5 وهنا 16.5 وهنا 16.5 وهنا 16.5 وهنا 16.5. الزيادة دي كلها هتتقص، اصبح عندي المكعب. هنعكس المكعب كده، هنجيبه بزاوية، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين قلنا هنا كام؟ 16.5 وهنا 16.5 وهنا 16.5. علشان نجيب الزاوية دي بقى، المسافة ديت زي ما حضراتكم شايفين تبقى معايا، هناخد المسطرة هنا كام؟ 3 سنتي. هناخد هي ديت المسافة دي 3 سنتي ونعمل نقطة. ركزوا معايا، هناخد 3 سنتي هنا ونعمل نقطة، وهنا نفس النظام 3 سنتي ونعمل نقطة، 3 سنتي ونقطة، 3 سنتي ونقطة، ونبدأ نوصل زي ما حضراتكم شايفين كده. هيديني السنبوكسة ديت، دي اللي أنا عايزها زي ما حضراتكم شايفين. أما بالنسبة للمسافة ديت، دي كلها 6 سنتي. أنا خدت هنا، عملت هنا كام؟ 6 سنتي، وخدت نقطة هنا ونقطة هنا، وهنا 6 سنتي ونقطة هنا ونقطة هنا، ووصلت. دي الاسطمبة اللي هنشتغل بيها زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الاسطمبة اهي زي ما حضراتكم شايفين. نقول تاني، ان عندي مكعب هنا كام؟ 16 سنتي ونص، وهنا 16 سنتي ونص، وهنا 16 سنتي، وفي 16 سنتي ونص 16 سنتي ونص، تمام؟ عايزين نجيب السنبوكسة ديت، نجيبها ازاي بقى؟ قلنا هنا كام؟ 3 سنتي ونص ونعمل نقطة، وهنا 3 سنتي ونص، ثم معذرة معلش، هنا 3 سنتي بس ونقطة، هنا 3 سنتي ونقطة، وهنا 3 سنتي ونقطة، وهنا 3 سنتي ونقطة، ونوصل النقطة دي للنقطة دي زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام؟ المسافة دي بقى، الزاوية ديت عشان نجيبها، عشان تدينا الشكل دوت في الآخر زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمل هنا إيه؟ 3 سنتي وهنا 3 سنتي، عملت أنا المسطرة زي ما حضراتكم شايفين كده، دي 6 سنتي. خدت نقطة هنا ونقطة هنا، دي 6 سنتي، وتحت هنا نقطة هنا ونقطة هنا، ووصلت زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين كده أصبح عندي الاسطمبة بالشكل دوت، دي اللي هنشتغل بيها زي ما حضراتكم شايفين كده. اسطمبة اهيت، دي واحدة، اسطمبة اهي زي ما حضراتكم شايفين، اسطمبة هنا اهيت. طبعا احنا عاملين نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا زي ما حضراتكم شايفين، واحنا عاملين خط هنا وخط هنا عشان ناخد بيه ايه؟ نعلم بيه زي ما حضراتكم شايفين. نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا اهي، واخدين بالكم؟ ادي النقطة هنا توصلنا دي، وصلنا دي زي ما حضراتكم شايفين، والنقطة هنا قلنا عليها اهيت، ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، ونوصل دي بيه زي ما حضراتكم شايفين، شايفين كده، وهكذا. وهنا برضك نفس النظام زي ما حضراتكم شايفين اهي. انا خدتها بقى ازاي بقى؟ اهي الاسطمبة اهيت زي ما حضراتكم شايفين كده. نيجي من تحت بقى، نحن معلمين هنا بقى من عند العلامة ديت اهي، احنا خلصنا المكعب دوت، عملت المكعب ده. نيجي تحتها على طول من عند المسافة ديت، احنا محددين هنا اهو تحت الخط على طول، ونبدأ نعلم زي ما حضراتكم شايفين، وهكذا
الناحية التانية فوق برضو نفس النظام وهكذا، هيبقى كله نفس النظام. تابعوا معانا طريقة التنفيذ خطوة بخطوة.
شايفين ده الشكل النهائي لتقدر تعمل مكعبات 3D ثلاثي الابعاد بشكل جميل وبشكل راقي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درس جديد ان شاء الله.